شكرا لك يا زميلي أنمار. نعم أحبتي المشاهدين الأكارم، لا نزال وإياكم مستمرين بتغطية زيارة أربعينية الإمام الحسين الخالدة عبر شاشة قناة كربلاء الفضائية من هنا من محافظة البصرة. نعم أحبتي، الآن نلتقي بأحد زوار الإمام الحسين عليه السلام المتجهين صوب كربلاء. حياك الله حجينا. حياكم الله، عظم الله أجرك وأجوركم إن شاء الله. حجينا، ما هو شعورك وأنت تسير نحو كربلاء المقدسة لتجديد العهد والبقاء لسيدي شباب أهل الجنة؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، نعزي صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام والأمة الإسلامية بذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. العبر والدروس من المسيرة الحسينية لابد أن تؤخذ جانبا العاطفة وجانبا الدرس العقائدي لها. مسيرة الإمام الحسين تهذيب للنفس، مسيرة الإمام الحسين ليس فقط لأننا نسير على أقدامنا، بل لنعرف إلى أين نتجه وإلى من نذهب، ومن هو الحسين، وما الذي أراده منا الإمام الصادق حينما قال حسين السماء وحسين الأرض، ومن هو حسين الأرض الذي نزوره، ومن هو حسين السماء الذي أمر الله به في يوم الأول من محرم أن ينشر قميصه الممزق. العبر والدروس التي يجب أن نأخذها أن ندرس تاريخ غاندي الذي قال بانتصار ثورة الهند تعلمت من الحسين فكيف أكون مظلوما فأنتصر. نتعلم من علمائنا الذين بذلوا دماءهم من أجل القضية الحسينية. عندنا الكثير من العلماء قدموا دماءهم، ذلك العالم الجليل الذي قطع تقطيعا وهو جعفر التستري في سبيل القضية الحسينية. المجتمع الذي يسير إلى القضية الحسينية رغم تفاوت العقول وتفاوت الأفكار والأفهام إلا أن الهدف الأول والأخير هو قبلة الأحرار الحسين، وهذا الذي يزرع فينا ثورة نفسية من أجل الانتفاض من التذلل والتبعية للشيطان وغيرها، والنهوض إلى التبعية إلى الله عز وجل عن طريق الإمام الحسين سلام الله عليه. حجينا هنيئا لكم هذا المسير وهنيئا لكم هذه الخطى صوب كربلاء، ما هي الخدمات التي شاهدتموها في المواكب الحسينية، وهل هناك تقصير من أصحاب المواكب أم هناك خدمات متميزة تقدم لكم؟ يكفي أنه كتاب غينيس يجعل خدمات الحسين من أكبر ما يطعم على الوجه الكرة الأرضية. حجينا، ما هي رسالتكم إلى العالم؟ وما هي الرسالة التي تريدون أن تقدموها إلى الجموع الغفيرة التي تأتي صوب كربلاء المقدسة؟ أولاً التمسك بالنهج الحسيني، بمعنى التمسك بالقيم الحسينية. الرجال يتمسكون بالحسين والنساء تتمسك بزينب. هذه الطريقان تأتي وتصف في طريق واحد واسمه هو العبادة الحقيقية لله. سأل أحد أصحاب الإمام الحسين في يوم عاشوراء، قال يا ابن رسول الله مسألة، قال سل، قال ما الحب في الله؟ فقال له حبيب أوقت السؤال؟ قال بلى يا حبيب إنه وقت السؤال. قال فما الجواب يا ابن رسول الله؟ قال الحب في الله الحد في الذوبان في ذات الله. حجينا مأجورين إن شاء الله، وإن شاء الله تصل سالما غانما إلى كربلاء المقدسة، ونسألكم الدعاء. نعم أحبتي المشاهدين الأكارم، لا نزال وإياكم في طريق العشق الأبدي. إن الإمام الحسين، أو يجب أيها المؤمنون والمؤمنات أن نأخذ من ثورة الإمام الحسين روح التصدي للانحراف والفساد، ويجب أن نحتنق عاشوراء، يجب أن نحتنق عاشوراء بالتغيير نحو الأفضل دائما. أحبتي المشاهدين الأكارم، الآن نترككم بالصوت والصورة إلى قصيدة حسينية نستمع بها إلى القصائد التي لحنت للإمام الحسين عليه السلام، فابقوا معنا. مستمرين معكم مشاهدين الأعزاء، مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، بهذه التغطية المباشرة والحية عبر شاشتكم، شاشة قناة كربلاء الفضائية، اللي واصلنا طول الوقت المتبقي لنا لننقل إليكم هذه الصور الجميلة من طريق العشق الحسيني، من طريق الزائرين صوب مدينة كربلاء المقدسة. بدأت الآن حركة الزائرين تنشط يعني ساعة بعد ساعة، والآن بدأت ذروة الزائرين وهم يسيرون بهذا الطريق
متجهين صوب مدينة كربلاء المقدسة، صوب مدينة الناصرية ونهاية الحدود الإدارية لمحافظة البصرة. جميع الخدمات مقدمة إلى الزائرين من قبل أصحاب المواكب الحسينية من خدمة الطعام والشراب والمبيت، وأيضا لا ننسى أنه دور القوات الأمنية من الحشد الشعبي والجيش والشرطة وطيران الجيش وجميع مفاصل القوات الأمنية تواجدت بهذا الطريق وهي تؤمن طريق الزائرين، وأيضا ما زال الزحف المليوني يواصل مسيره باتجاه مدينة كربلاء المقدسة، وهم يحملون الأمنيات بأن يعم الأمن والأمان في ربوع بلدنا، بلدنا العراق العزيز، وأن يحفظ زائري الإمام الحسين وأن يحفظ أصحاب المواكب وأن يحفظ جميع أحرار العالم في كل مكان في كل بقاع العالم، بأن يحفظ أحرار العالم ببركة الإمام الحسين وببركة مسير الإمام الحسين. ويعني جميع الخدمات اللي قدمت إلى الزائرين هي قليلة بحق هذا الطريق اللي تحمل الأمنيات وتحمل الكثير من الرسائل اللي من الثبات والعزيمة والإصرار ومواصلة الليل مع النهار من أجل تقديم الخدمات ومن أجل راحة الزائر الكريم. فهم يتسابقون من أجل راحة الزائر الكريم، وهم يتسابقون من أجل تقديم هذه الخدمات إلى زوار الإمام الحسين. يعني زميلي المخرج يشير أنه لا تبقى إلا دقائق قليلة ومن ثم ننتقل إلى صحن الإمام الحسين لنقل وقائع الأذان وأيضا صلاة المغرب من مرقد الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. نتمنى قد وفقنا في حلقتنا هذا اليوم أنا والزميل علاء الياسري وجميع كادر مجموعة قنوات كربلاء الفضائية اللي تواجد في محافظة البصرة وهو مستمر بنقل وخدماته وصولا إلى مدينة كربلاء المقدسة. مشاهدينا الأعزاء راح أنتقل وإياكم مع هذه اللقطات الجميلة ومن ثم انتقاله إلى صحن الإمام الحسين لننقل إليكم وقائع صلاة المغرب والأذان وأيضا القرآن الكريم من صحن الإمام الحسين. راح ننتقل مع هذه اللقطات الجميلة اللي رصدتها عدسة قناة كربلاء الفضائية، فابقوا معنا.